كل يوم نسمع في حادث مروري ونفقد فيه أرواح ناس، وأغلب هذه الحوادث سببها استهتار سائقي السيارات، مرة لاهي في التلفون ومرة مخمور، ومهما كانت هذه الأسباب إحنا اللي يهمنا النتائج، ودائماً تكون النتائج كارثية. في نقطة لازم يستوعبها كل فرد من أفراد المجتمع، وهو أن الدراجة الهوائية مركبة حالها حال باقي المركبات. ندري أن سرعتها مختلفة عن السيارات وعن الدراجات النارية، لكن هالشيء ما ينفي كونها مركبة، وتاريخيا كان لها حق استخدام الطريق قبل السيارات وقبل الدراجات النارية. في حل ممكن يساهم في التقليل من الحوادث اللي يتعرض لها الدراجين، وهو توفير دوريات في الشوارع اللي يستخدمها الدراجين في عطلة نهاية الأسبوع، ما بيحتاجون أكثر من 4 إلى 5 ساعات. هالشيء ممكن ينقذ أرواح وايد من الناس، ذنبهم الوحيد إنهم يستخدمون الدراجة الهوائية في حياتهم.